السلام عليكم. إيران في اليمن. ربما لم يعد خافيا على أحد تورط إيران في الصراع الدائر في اليمن والمنطقة برمتها، ولكن الجديد هو ما ورد في مقال للقائد السابق في القوات الخاصة البريطانية الجنرال جيرمي لامب المنشور بصحيفة ذا تيليغراف البريطانية. قال فيه إن اليد الإيرانية تحضر بالحرب اليمنية أكثر مما هو واضح للمتتبعين، وأن طهران تفتعل الأزمات من وراء ستار بدول المنطقة كالبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وتتحين ظهور الفرص المواتية لنشر الفوضى. فمجريات الصراع الدائر في اليمن التي تدخلت فيها يد إيران تظهر مدى أطماع طهران في اليمن باعتباره البوابة الرئيسية لدول الخليج العربي، وترى فيه أرضية خصبة لتحقيق مشروعها التوسعي. كما تظهر أن إيران عازمة على الهيمنة على الشرق الأوسط عبر القضاء في الوضع الراهن في المنطقة واستبداله بوضع تسهل فيه هذه الهيمنة. المعركة إذن هي أوسع من خارطة اليمن، تمتد إلى رقعة الإقليمية الملتهبة. قد لا يبدو هذا الكلام جديدا في سياق الحرب اليمنية وصراع الهيمنة، لكنه لا يزال يشكل نقطة تحول مصيرية ليس في تاريخ اليمن وحدها بل والمنطقة بأسرها، وهو ما عززه قول وزير الخارجية السعودي قبل أيام عادل الجبير أن بلاده لن تسمح لميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران بالاستيلاء على السلطة في اليمن، مجددا اتهامه لإيران بدعم الحوثيين وإمدادهم بالسلاح. فهل بات من الضرورة الملحة لأقطاب القوى إعادة التموضع خلف مصالحها التي تتناقض تماما مع مصالح طهران في المنطقة؟ وإلى أي مدى أصبحت ممارسات إيران في المنطقة وفي اليمن أوسع مما يتوقع المتابعون؟ ماذا تعني تصريحات الجنرال البريطاني في هذا التوقيت وكشفه للستار عن الممارسات الإيرانية في المنطقة؟ مشاهدينا الكرام، حلقة المساء اليمني لهذا اليوم نحاول فيها الإجابة على هذه الأسئلة. دعونا أولا نشاهد هذا التقرير. اليمن تحضر مجددا في واجهة الرأي العام الدولي والبريطاني، خصوصا أن هذا الحضور يعكس طبيعة اللعبة الدولية والإقليمية المتعلقة بمصير اليمن، غير أن طبيعة الدور الإقليمي والإيراني على وجه التحديد يتكشف كل لحظة، خصوصا بعد الجولات المكوكية التي قام بها ممثلو جماعة الحوثي بصفة غير رسمية ضمن تحركاتهم في محيط المربعات التي تدين بالولاء للأجندة الإيرانية أكثر من ولائها لعلم البلاد الذي تحكم تحت لافتته. اليمن أصبح محط أطماع إيران، هذا ما قاله القائد السابق للقوات الخاصة البريطانية الجنرال جيرمي لامب في مقاله المنشور على صدر التلغراف البريطانية، والذي حمل مكاشفات بالغة الحجم والأهمية كشفت الستار عن الدور الإيراني دفعة واحدة متجاوزة العديد من الحواجز في الرأي العام الدولي التي تغافلت بقصد أو بدون قصد حقيقة هذا الدور ومخاطره. لامب أشار إلى أن الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران لا يمكن أبدا إخفاؤه، ويتمثل في الدعم السياسي والبروباغندا والتدريب العسكري وإرسال الخبراء وتقديم السلاح، علاوة على الدعم المالي، في إشارة منه إلى تشخيص ثلاثية الدعم الإيراني المهدد للدولة الوطنية في اليمن والعديد من البلدان، إضافة إلى تقويض الأمن اليمني والإقليمي والدولي باعتبار اليمن ذات موقع حساس على ممر الملاحة الدولية. التحركات الأخيرة لتحالف الانقلاب واللقاءات والزيارات الحوثية لطهران وبغداد ودمشق وبيروت ومسقط تأتي في السياق ذاته، تتحرك باعتبارها أذرعا للنفوذ الإيراني وأحد أوراق محاولة الهيمنة على المنطقة، وهذا يعزز ما ذهب إليه لامب بقوله: اليد الإيرانية تحضر في الحرب اليمنية أكثر مما هو واضح للمتتبعين، وطهران تفتعل الأزمات من وراء ستار في دول المنطقة كالبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وتتحين ظهور الفرص المواتية لنشر الفوضى. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، أهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عدنان. بداية، هل نستطيع القول أن تصريح الجنرال البريطاني سيشكل نقطة مهمة في إعادة الرأي العام الدولي البريطاني خصوصا؟ نعم أستاذ عدنان، هل تسمعني؟ أي نعم، بالتأكيد سمعت السؤال؟ أي نعم، بخصوص جيرمي لامب.
أعتقد بأن مثل هذه المقالات من شخصيات مرموقة في الجيش البريطاني، وأيضا التصريحات التي يعطيها المسؤولين العسكريين الأمريكان حول الخطر الإيراني المتواجد في الخليج سيعطي نظرة أكثر قربا للمشرعين في البرلمان البريطاني حول ما هي الدور الإيراني الذي يتم التلاعب به في اليمن. علاوة على أن التقارير السرية للأمم المتحدة تتحدث بشكل واضح عن أسلحة تصل للحوثيين، هذه الصواريخ التي تطلق بين حين وآخر إلى السعودية، إلى المملكة العربية السعودية وأيضا إلى مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في مارب هي صواريخ إيرانية الصنع، لم تكن في يد الحوثيين من قبل، حتى في المسميات لاحظي بأن صواريخ زلزال واحد وزلزال اثنين وزلزال ثلاثة الذي يطلقها الحوثيون هي صواريخ إيرانية حتى في المسميات. نعم. الصاروخ الذي أطلق يوم أمس باتجاه السعودية بركان واحد هو في الأصل هو صاروخ شهاب اثنين الإيراني الذي تم عرضه في عام 2006 ودخل في الخدمة في عام 99. هذه التدخلات الإيرانية بشكلها الفج في إطار التسليح العسكري والتدريب المقاتل يحدث أيضا في دول المنطقة، الحشد الشعبي في العراق وحدث لحزب الله من قبل، في كل هذه التدخلات إلى جانب التدخلات السياسية ومحاولة مساندة الحوثيين بإلغاء الحديث عن أي حوار أو مشاورات يمنية لإبقاء المجلس السياسي كواجهة شرعية للبلاد هو أيضا رأي إيراني، والآلة الإعلامية للإيرانيين تعمل بشكل لافت إلى جانب الدبلوماسية في أوروبا من أجل الترويج لهذا المجلس. نعم، لكن أستاذ عدنان يعني برأيك لما كل هذا الرهان الإيراني في تمكين موقعها الدولي في المنطقة بالذات من خلال فرض وجودها بقوة عسكرية على حساب استقرار اليمن والمنطقة؟ لاحظي بأن النفوذ الإيراني هو يتبع نفوذ التدخلات عن طريق أولا الجماعة الموجودة داخل الشعوب، لذلك هي لا تعطي نفسها شبهة غير واقعية بوجودها أو باحتلال هذه البلدان، هي تحاول بشكل أو بآخر السيطرة على سلطة القرار السياسي الموجود داخل هذه البلاد، لا تحاول أن تنشئ علاقات بينية أو احترام متبادل أو حتى على حماية لمصالحها الموجودة، هي تحاول فرض أن يكون القرار السياسي داخل هذه البلاد تحت السيطرة الإيرانية من أجل زيادة التوسع وعودة الإمبراطورية الساسانية التي كانت قبل فتح فارس. نعم، يعني أستاذ عدنان هل نستطيع القول أيضا أن التشبيكات التي تتم بين أذرع إيرانية في المنطقة مؤشر واضح للعمل العلني للأجندة التي تتخذها؟ بالتأكيد، علي ولايتي في مقابلة صحفية قبل مدة تحدث عن حلف تحالف إيراني عراقي سوري لبناني يمني لمواجهة السعودية، تحالف شبه التحالف العربي على الأقل بحسب تعبيره. لاحظي بأن اللقاءات التي حدثها الحوثيون في العراق لم تكن أيضا لقاءات سياسية بقدر ما كانت لقاءات طائفية، الحوثيون التقوا بالقيادات الطائفية للوحيد الشعبي، هناك وعود من هذه القيادات بإرسال كتائب أو فيالق للقتائل في اليمن ضد السعودية إلى الحدود. التكنولوجيا الإيرانية للأسلحة وأيضا الخطط العسكرية التي يتم استنساخها بين الجماعات المسلحة التابعة لإيران من دولة إلى أخرى ممثل كبير وواقعي حول التنسيق الإيراني مع الميليشيات المسلحة التابعة لها، أيضا هذا التنسيق يشمل البحرين والكويت والسعودية لأحداث القلق والفوضى، كانت جماعة الحوثي من التسعينات حتى 2004 مثل هذه الجماعات الخامدة الهادئة التي تحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة حتى تتحين الفرصة من أجل الصعود والسيطرة على سلم القرار السياسي. الجماعة الموجودة في البحرين تمارس نفس الدور، والجماعة التي في الكويت وفي السعودية تمارس نفس الدور. السلطات الإيرانيين أو قيادة الحرس الثوري تحدثوا أكثر من مرة بأن انتصار الحوثيين في اليمن هو فاتحة كبيرة لانتصار القوى الشيوعية في السعودية وفي البحرين وفي الكويت. الأمر لا يتعلق في اليمن لوحدها، هو يتعلق أيضا بالسعودية ويتعلق بدول الخليج الأخرى. نعم، طيب حسب تصريحات لامب أستاذ عدنان يعني هو شخص الدعم الإيراني إلى ثلاث
نقاط دعم عسكري، تقديم سلاح أيضا، وهناك دعم مالي عفوا وتقديم السلاح، وهناك البروباغندا الإعلامية التي تساعد على الحوثيين والميليشيا على السيطرة على اليمن. برأيك أستاذ عدنان، بعد هذا الوضوح وهذا الحديث وتقسيم أيضا مدى الدعم الإيراني ومدى وجوده في اليمن، كيف تفسر الصمت الدولي على كل هذا التدخل الواضح والسافر في الأراضي اليمنية والمنطقة برمتها؟ الواضح بأن الدول العالم أو المجتمع الغربي هو يلاحظ، ينظر إلى إيران بعين الاتفاق النووي، لا ينظر إلى عين إلى إيران بصفتها متدخل مباشر في دول المملكة أو مؤثر في دول الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط. هم ينظرون إلى إيران بنظرة أخرى، هم ينظرون إلى أنها سوق استثماري كبير قادم بعد الاتفاق النووي، هم ينظرون إلى أن هناك 85 مليون إيراني بحاجة إلى تكنولوجيا جديدة بعد فترة الحصار التي مرت بها إيران، شركات جديدة، سوق للطائرات، سوق للسيارات، الأسواق المفتوحة، السوق مفتوح جديد يضاف إلى قائمة الدول الأوروبية. هم ينظرون إلى إيران بصفتها حلف متماسك بغض النظر عن العرب الذين يقدمون كل بين الفينة والأخرى رؤى مختلفة ومتباعدة فيما بينها البين. نعم، إذا يعني ما الذي تعنيه تصريحات الجنرال بهذا التوقيت تحديدا وكشفه بهذا الوضوح لكل هذا الدعم المقدم؟ الواضح بأن هذا، لاحظ بأن هذا التصريح الأخير هو تصريح بعد حديث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بأن إيران تدعم الحوثيين وأن هناك صواريخ التي تقذف إلى المقربة السورية صواريخ إيرانية. البيت الأبيض تحدث حسب مصادر إيرانية، تحدث بأن هناك قائمة من العقوبات الإيرانية، القائمة من العقوبات الأمريكية ستفرض على إيران بسبب دعم الحوثيين بتكنولوجيا السلاح أو بالسلاح والخبراء. هناك توجه نحو عزل إيران بشكل مؤقت بسبب تدخلاتها في المنطقة. هذه التدخلات هي تخدم الإرهاب ولا تساعد أبدا في إيجاد حل قائم من أجل إخماد تنظيم الدولة الإسلامية أو حتى إعادتها إلى الظل. المجتمع الغربي هو بدأ أو يعتقد بأنه بدأ ينظر بعين الريبة تجاه التوجهات الإيرانية. تدخلات بشكل واضح، الأمم المتحدة صدرت تقرير الشهر الماضي تحدث فيه عن التدخلات الإيرانية في لبنان وفي اليمن وفي سوريا، وكيف أنها تدفع بالمقاتلين وتدفع من أجل عدم استقرار المنطقة. كل هذه التقارير أعتقد بأنها ستمثل ضغط دولي من أجل فرض عقوبات حتى وإن كانت جزئية على إيران أو حتى عن قيادات في الميليشيات المسلحة لها في الوطن العربي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية، وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الذكري المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ علي. يعني بعد تصريحات الجنرال لامب البريطاني الذي ربما وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالدعم الإيراني الموجه لليمن، هناك يعني وضوح للموقف الإيراني التصعيدي والمتكرر، هناك أيضا مجتمع دولي يرفض حسم عسكري في اليمن، كيف تقرأ هذه الأوراق أستاذ علي؟ أولا يعني يجب أن ننظر إلى هذه التصريحات على أنه ليس فيها من كشف خارق هو تأكيد لما هو حاصل في اليمن. الجميع يعلم جيدا وخصوصا الدوائر الغربية والدوائر الأوروبية والأمريكان يعلمون جيدا حجم ومقدار الدور الإيراني في اليمن وفي المنطقة عموما، ولا ننسى تصريحات وزير الخارجية السعودي بالأمس عن هذا الدور. يعني إذن ليس هناك من جديد في هذه التصريحات، اللهم إلا إذا تحدثنا عن التوقيت. توقيت هذا الإعلان نعم. ربما يكون هو الجديد، أنه ما دلالته في أنا أعتقد أنه المجتمع الدولي الآن يدرك أن اليمن ينهار اقتصاديا كما انهار سياسيا وانهار مجتمعيا. الدولة اليمنية منهارة بالكامل، وبالتالي تبعات هذا الانهيار على المجتمع الدولي ستكون كبيرة. ولذلك هناك بعض الدوائر الآن بدأت تضغط بقوة نحو إعادة تصحيح النظرة الغربية إلى الدور الإيراني المشبوه داخل اليمن وفي المنطقة. هذا ليس صوت منفردا، هناك أصوات أخرى، وفي تقديري أنه خلال الفترة القادمة
ستتعالى هذه الأصوات المحذرة من خطورة الدور الإيراني في المنطقة. يعني تجد أن مثل هذا التصريح سيشكل فارق أستاذ علي في نظرة المجتمع الدولي تجاه القضية في اليمن وسيشكل رأي عام ربما؟ يعني هو بداية تشكل عملية ضغط على صانع القرار، وخصوصا أن التصريحات هذه تأتي من قادة ومن ضباط عسكريين، وفي تقديري أنه الأمر يعني لا يمكن الحديث عن رأي عام شامل أو ضغط دولي قادم قريبا، لكن هناك بداية لتحول أو هناك قناعة أصبحت الآن لدى الكثير من مراكز صنع القرار، لدى الكثير من أو ليس من مراكز دعم صنع القرار في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، بأنه الدور الإيراني في اليمن خصوصا بعد الانفتاح الغربي على إيران، إيران قدمت نفسها بشكل سلبي للأسف للمجتمع الدولي، وبالتالي لابد أن تحجم إيران. أنا أعتقد أنه هناك الآن بداية تبلور رأي ضاغط على صانع القرار في الغرب نحو التعامل بجدية وبحزم أكثر مع إيران، لأنه نعم لكننا لا نجد ذلك أستاذ علي. يعني أنت تفضلت بذكر أن إيران قدمت نفسها بشكل سلبي أمام المجتمع الدولي، ولكن بالمقابل هناك تدليل واضح من قبل المجتمع الدولي لإيران وممثليها في اليمن. لماذا؟ لذلك أنا أقول أنه هناك بداية لعملية ضغط على صانع القرار، ولا بد أن نفرق بين مراكز الدعم صنع القرار وبين صانعي القرار أنفسهم. هذا الجنرال الذي تحدث وغيره من السائل من الخبراء الذين يتحدثون عن الدور الإيراني المشبوه في المنطقة ليسوا صنع قرار، هم يدعمون صانع القرار. صانع القرار يأخذ برأيهم أحيانا وأحيانا، وفي أغلب الأحيان لا يأخذ رأيهم، لكن الآن هناك عملية تحول نحو إعادة أو تنبيه صانع القرار إلى خطورة ما يقوم به. نعم، إذن هل نستطيع القول أن الأزمة اليمنية تحولت أو ارتبطت بأبعاد إقليمية وأصبح الحل مرهونا بتوافقات القوى الدولية أو المؤثرة حولها؟ ومع الأسف الشديد أنه الأزمة اليمنية منذ بدايتها كانت أزمة إقليمية، لم تكن يمنية بحتة. يعني لو كانت الأزمة يمنية لما وصلت إلى ما وصلت عليه، لكن نحن من البداية قلنا أنه هذه للأسف الشديد أن هناك أطراف في اليمن جرت اليمن إلى أن يكون بؤرة لصراع إقليمي لا ناقص لنا فيه ولا جمل، وإنما يعني ندفع يعني نحن مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية. للأسف الشديد هذا الأمر يعني ما يحدث الآن من قبل المجتمع الدولي وتدويل هذه القضية هو تأكيد على أن القضية اليمنية في الأساس لم تكن يمنية، بقدر ما كانت تدخلات إقليمية أسهمت في وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن، وبالتالي الحل لن يكون إلا يعني متناغما إقليميا ويمنيا. لا يمكن أن يكون هناك حل يمني بحت، ولو كانت القضية يمنية لما وصلنا لكان الحل سهلا. المشكلة نعم. التدخلات الإقليمية أنه كيف نرضي هذا الطرف أو ذاك. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ علي. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف عبر سكايب الأستاذ خالد بطرفي المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور والسرور. أهلا بك معنا أستاذ خالد، ونحن نناقش يعني تصريحات لامب الأخيرة الجنرال الذي تحدث فيها عن دعم ثلاثي يقدم من قبل إيران لميليشيا الحوثي. برأيك هل سيشكل مثل هذا الرأي فارق في القضية اليمنية؟ لا أعتقد، لأن هذه المعلومات موجودة لدى يعني أصحاب القرار سواء في أمريكا أو بريطانيا أو في أي دولة لها ضلع أو لها دور في صناعة القرار، لأن الأمم المتحدة استطاعت أن تلقي القبض على العديد من السفن المحملة بالأسلحة، وهي من ذلك علم اليقين. الدول الكبرى شاركت في هذه العملية وعندها من معلومات الاستخبارية ومعلومات والصور الجوية وغيرها ما يؤكد لها الدور الإيراني، ولكن ربما تغاضت في فترة من الفترات خاصة بعد الاتفاق النووي عن هذا الدور، أو ربما كان في مصلحتها أن يستمر. لماذا؟ في فترة من الفترات، والآن تغيرت الأمور، لم يعد يستطيعون أن يتحملوا استمرار الحرب مع الضغوطات الدولية والمنظمات الأممية والإنسانية عليهم،
لإيقاف تصديرهم للسلاح لدول التحالف، فأصبح عليهم إيجاد مخرج من هذا الحرب، فبدأوا يلوكون المعلومات التي يعرفونها مسبقا. تفضلي. نعم، يعني الأستاذ علي الذكري كان معنا عبر الهاتف، وهو يرى أن مثل هذا الرأي ربما قد يشكل فارقا ولو بسيطا في مسألة الدعم صنع القرار في مراكز القوى، وأنه ربما سينتج أصواتا أخرى للمطالبة أو لوضع نقاط على الحروف، يعني خاصة وكما تفضلت ونحن نعلم مدى الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي، وهذا الأمر ليس بجديد كما قلنا، ولكن الفكرة في أن هناك جرأة في الحديث والطرح عن هذا الموضوع. عادة أصحاب القرار يسمحون بمثل هذه أو يطلبون من مثل هذا الكاتب أن يصرحوا بذلك في رسائل تحت الماء للأطراف المعنية. هم يريدون أن يوصلوا لإيران رسالة واضحة بأننا نعرف عن أدواركم وأننا لا نوافق عليها وأننا سنتصدى لها. وزير الخارجية الأمريكي قال كلاما أقوى من ذلك وبشكل أوضح في مناسبات عديدة، وآخرة بعد اجتماعه في جدة مع وزراء الدول الخليجية، ويعني الاجتماع الرباعي للإمارات السعودية أمريكا بريطانيا، قال كلاما من هذا القبيل، وقال أن الدور الإيراني يجب أن يتوقف، يعني كلاما نفس الكلام الذي سمعناه من هذا الجنرال البريطاني. إذا الأمر لا يخفى عليهم، المسألة هي مسألة إدارة صراع أو إنهاء صراع. ربما وصلوا إلى مرحلة يرغبون فيها في إنهاء الصراع، في السابق كانوا يريدون إدارة الصراع ويستفيدون منه في مبيعات الأسلحة وغيرها وفي عملية توازن مع الأطراف المختلفة. المرحلة القادمة ربما تكون مربحة أكثر، لأنها ستكون مرحلة إعادة البناء، وشركاتهم سيكون لها نصيب الأسد في عملية إعادة بناء اليمن. فالمسألة في النهاية تتصل بمصالح هذه الدول وليست بمصالحنا. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ خالد. أعود للأستاذ علي. أستاذ علي، يعني برأيك طالما وأن هذا التدخل ما زال مستمر، وهو كما تحدثنا يعني فقدنا الاتصال أستاذ علي، فقدنا الاتصال إذن مع الأستاذ علي. أعود إليك أنت أستاذ خالد. أستاذ خالد، طالما وهذا يعني الدعم ما زال مستمرا حتى اللحظة، وهناك معرفة تامة من قبل المجتمع الدولي بهذا الدعم، وعودة للحديث للمشاورات السياسية، هل يمكن أن تفلح في ظل السيطرة التامة من قبل إيران؟ هناك دعم مادي، هناك دعم عسكري، هناك دعم إعلامي أيضا. دعم لمن؟ للحوثيين؟ نعم. هذا الدعم سيستمر ما دامت هناك طرق لإيصاله. يبدو أننا لم نستطع أن نغلق الدائرة تماما، دائرة الحصار، بدليل أن هناك ما زالت عمليات تهريب لأسلحة، بعضها أسلحة ثقيلة مثل صواريخ الزلزال التي وصلت إليهم مؤخرا، ويبدو أنها تمت خلال فترة الهدنة. أنا لا أعرف أين هذه المسارات، ولكن نحتاج إلى معلومات استخبارية أفضل، نحتاج إلى حصار أكثر دقة، ونحتاج إلى تعاون جميع الأطراف على الأرض. نعم، كيف يتم مثل هذا التهريب أستاذ خالد، والتحالف والمشرف على هذا الحصار وعلى أيضا الممرات المائية؟ يعني إحنا بيننا وبين اليمن حدود 1470 كيلومتر. هذه الحدود تمت تغطيتها بكل ما يمكن أن تتخيلي من وسائل لمنع التهريب، تهريب السلاح، تهريب الجات، تهريب الأفراد، ومع ذلك لم نستطع. يعني الحدود البرية والجبلية الوعرة من الصعب جدا السيطرة عليها، يعني بين الولايات المتحدة والمكسيك، الولايات المتحدة جربت كل الوسائل لمنع التهريب بين الدولتين ولم تستطع. فإذا نحن أمام تحدي صعب. التهريب يتم من خلال مناطق وعرة، من خلال تحالفات قبلية وعشائرية وأحزاب وكيانات أيضا. يعني كثير من هذه الأطراف قد تكون تبدي التحالف أو التعاطف مع الشرعية، وفي الليل تبيع
السلاح وتبيع الطرق هذه وتساهم في التهريب لتحقيق فوائد مادية. المسألة ليست سهلة في اليمن، لم تكن أبدا ولن تكون. نعم، طيب أستاذ خالد، يعني هناك يعني تحت ظل هذا الدعم المادي والسياسي والإعلامي أيضا الموجه من إيران إلى ميليشيا الحوثي، كيف يمكن للتحالف أن يقاوم هذه الثلاثية وأيضا يواجه مثل هذه الثلاثية، خاصة يعني التحالف والحكومة الشرعية معا؟ ومن العلاقات الإيرانية، الآن إيران محاصرة، يعني منظمة الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، دول الاتحاد الأوروبي، الدول الراعية 18، كل هذه الجهات تقف الآن صفا معنا في مواجهة إيران، وتنتقد تدخلاتها وتنتقد تصرفات الأحادية الحوثيين، ولا يعترف في العالم كله بالانقلاب إلا إيران فقط. هذا يعني يوضح لك لأي حد هم محاصرين سياسيين، ولكنهم تعودوا على الحصار السياسي وحتى الاقتصادي منذ بداية الثورة، وعندهم ما يسمى الاقتصاد المقاوم، وعندهم أحلام إمبراطورية وعقائدية توسعية في المنطقة. يبدو أن هذا كله لم يردعها الشعب الإيراني عندما خرج في 2009 ليعترض على تزوير الانتخابات الرئاسية. كان رفع شعارا جميلا ومعبرا، قال كان هذا الشعار يقول لا غزة ولا لبنان، روحي فدا إيران، يعني أن الشعب الإيراني لا يريد هذه التدخلات، ويعلم أنها مهلكة وأنها استنزاف للموارد والقوى المادية والبشرية وسياسية، وتشكل عبء شديد. مساعد وزير الصحة اعترف مؤخرا أن ثلث الشعب الإيراني جائع، هذا كلام خطير. يعني فكيف دولة غنية بكل الموارد، ليست البترولية فقط ولكن الزراعية والصناعية والغاز لديها، نعم أكثر نعم من ذلك ثلث الشعب جائع، لكنهم لا يفكرون في هذا كله. نعم. وكل ما يعنيه هو تحقيق أو إعادة بناء الإمبراطورية الساسانية. إذن ابقى معنا أستاذ خالد. ينضم معنا أيضا المحلل السياسي محمد جميح من لندن. مساء الخير أستاذ محمد. هلا مساء النور. نعم، موقف إيراني تصعيدي لا يهدأ، وموقف دولي أيضا لا يتحرك تجاه هذه التدخلات الإيرانية، كيف تقرأ كل هذا التدليل لإيران وممثليها في اليمن؟ طبعا الإيرانيون يعني سياستهم واضحة ولا يخفونها، تتمثل في أنها تعرف أصلا أنها دولة منعزلة مذهبيا، وأنها أيضا دولة منعزلة حتى قوميا، موجودة في بحر، لنقل يعني نتحدث قليلا بلغة الطائفة، موجودة في بحر من المسلمين السنة، وأيضا طموحاتها الإمبراطورية تعطيها قدرا من الانعزال، لأنها تعرف أن هذه الطموحات تتعارض مع آمال وطموحات الشعوب الأخرى المحيطة بها. فهذه الطموحات تولد لدى الإيرانيين، وأنا أقصد بالإيرانيين أساس الحكام الطبقة الحاكمة، نوعا من الشعور بالعزلة، يريدون من خلال هذه الحركات أن يكسروا هذه العزلة التي هي عزلة نفسية أكثر من كونها عزلة من نوع آخر، لأنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم بهذا الشعور بالتميز الإمبراطوري من ناحية، وبالتميز المذهبي على اعتبار أنهم الطائفة الناجية كما يرددون من ناحية أخرى، وبالتميز السياسي على اعتبار أنهم يقارعون قوى الاستعمار والاستكبار العالمي. إذن الإيرانيون عندما يفعلون ذلك فهم يفعلونه من أجل كسر ما يشعرون به من عزلة مذهبية وعزلة دينية وعزلة سياسية وعزلة أيضا ثقافية، ومن أجل أيضا إرباك الأمن القومي العربي. الإيرانيون خلال الفترة الماضية، العقود الماضية، نجحوا في أن يجعلوا إسرائيل هي العدو في الشعار، ليغطوا بذلك على عدائهم التاريخي والحقيقي والواقعي للعرب، وهذه سياسة منذ أيام الخميني، لأنه لا يمكن أبدا اختراق الصف العربي من الداخل إلا عن طريق تحويل وجهة العداء شعاراتيا إلى إسرائيل والغرب وأمريكا، وتحويل تلك الوجهة واقعيا إلى العرب، حتى يشعر البعض العرب بأن الإيرانيين يعادون إسرائيل، وبالتالي يذهبون مع المعسكر الإيراني الذي اتخذ اسم معسكر المقاومة والممانعة من أجل تفتيت الصف العربي. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن إيران
مشروعها الذي درسته لفترة طويلة للعالم العربي هو مشروع المحافظة الطائفية. هذا المشروع هو مشروع إيراني بامتياز. يعرف الإيرانيون أن الأغلبية العربية إذا 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 عملنا بقواعد اللعبة الديمقراطية فإن الأغلبية في العالم العربي هي أغلبية مقاومة للنزعة الإيرانية بالتدخل الإيراني بالسياسة الإيرانية، وبالتالي ولكنها أيضا تقاوم هذه المقاومة أستاذ محمد وتحاول فرض وجودها بالمال وبالسلاح أيضا كما نشاهد ما تفعله في اليمن. نعم أنا أقصد أن الديمقراطية لا تناسب إيران في العالم العربي لأنها ستأتي بأغلبية تكره السياسة الإيرانية، وبالتالي يناسب إيران بأن تجعل هناك محافظة طائفية بأن تكون هناك نوع من الكوتا الطائفية المذهبية لجماعات إيران تضمن لهم ما يسمى في لبنان بالثلث المعطل وما يمكن أن يكون في اليمن فيما لو استمرت السياسة كما هي عليه ونجح الحوثيون في أن ينضموا إلى حكومة بأسلحتهم. إذا إيران تريد لجماعاتها أن تكون مشاركة وفاعلة في القرار السياسي العربي للدول التي توجد بها هذه الجماعات، وبالتالي تعطيل عملية التقدم العربي سواء كان تقدم السياسي وتقدم الاقتصادي تقدم الثقافي. ومن هنا يمكن أن نفهم التدخلات الإيرانية المتتالية لأنها تشعر بنوع من تضخم الإمبراطوري وتشعر بأنها كما قال يعني أكثر من قائد من قائد الحرس الثوري الإيراني بأن حدود إيران ليست الحدود الجغرافية المعروفة ولكنها الحدود التي تمتد من باب المندب إلى الخليج الفارسي بين قوسين كما هو تسميته عندهم إلى أطراف البحر الأبيض أو سواحل البحر الأبيض المتوسط. إذا هذه النزعة القومية نحن تعودنا عليها على مر التاريخ، النزعة الإيرانية هي تأتي من الشرق ثم تمتد إلى أن تصل إلى حدود مصر كانت سابقا ثم تنكسر ويبدأ التراجع إلى الحدود الشرقية مرة أخرى. نعم. لن يستمر هذا التمدد الإمبراطوري في تصوري، وإنما تبدد إيران ثرواتها خارج حدودها أو خارج حدودها من أجل وهم أوهام لأن لا السياسة العالمية ولا حتى الوجود العربي والمقاومة العربية الثقافية والمقاومة السياسية والمقاومة المسلحة يمكن أن تسمح لإيران بأن تتمدد أكثر مما هي عليه. نعم ابقى معنا أستاذ محمد، يعني أعود إليك بعد أن أسأل أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هناك من يقول بأن دول التحالف لا تعمل مثل إيران في هذه المواجهة، إيران تضع كل ثقلها في مسألة الأهداف التي تحدث عنها الأستاذ دكتور محمد، يعني سياستهم واضحة رغم انعزالهم مذهبيا وقوميا إلا أنهم يسعون خلف إمبراطوريتهم وخلف أيضا وجودهم. هناك بالمقابل ضعف لقوات التحالف في فرض هذا الوجود العربي، ما رأيك؟ قوات التحالف مهمتها محددة وهي مهمة دفاعية وإن كانت أخذت طابع الهجومي في اليمن، ولكن في نهاية الأمر هو دفاع عن العروبة، دفاع عن حقوق الجوار، دفاع ضد التدخلات الأجنبية في اليمن. الوضع في إيران يختلف، هو وضع هجومي تعدي محاولة للهيمنة والسيطرة وإثارة الفتن في المنطقة بحيث يستطيعون من خلال هذه الصراعات يقوموا دور الإدارة لهذه الصراع وأن يتغلغلوا إلى إما قيادات دول موالية كما يحدث في العراق وسوريا والسيطرة عليها، أو من خلال التواجد عبر كتائب وميليشيات كما يحدث في لبنان واليمن وكما يحاولون أن يفعلوا في البحرين وفي المنطقة الشرقية من السعودية. فأمام الأهداف تختلف وبالتالي الأسلوب يختلف. عندما تكون أهدافك عدوانية يكون أيضا أسلوبك عدواني ولا أخلاقي، وعندما تكون أهدافك دفاعية تكون أساليبك أكثر أخلاقية. فنحن أمام يعني وحش وأمام دول عربية تحاول أن تدفع عن نفسها هذا البلاء وهذا التوحش، ولذلك لا يمكن أن نكون مثلهم أو أن نتعامل مثلهم. مع أنني كنت أتمنى لو أن الدول العربية قامت بالشيء نفسه، يعني دعمت القوة التحررية داخل إيران زي عرب الأحواز مثلا، عربستان هذه كانت دولة مستقلة، دولة عربية مستقلة وهي الإطلالة الوحيدة لإيران على الخليج العربي وفيها يعني موارد النفط وفيها محطة الطاقة النووية في بوشهر.
يعني منطقة في غاية الأهمية والخطورة. يعني برأيك لو تم دعم مثل هذه الجماعة يعني يمكن أن تتحول المسألة من الدفاع إلى الهجوم؟ نعم، وأيضا ممكن أن نأخذها من باب الدفاع، لأن هذه دولة عربية محتلة منذ عام 1928، قام الفرس باحتلالها وإلى اليوم يحاولوا تغيير هويتها بمنع يعني تدريس اللغة العربية، استخدام الأسماء العربية، منع اللباس العربي، إلغاء الهوية والثقافة العربية في هذه الدولة. ولذلك يمكن أن نقول بأنه عمل دفاعي نبيل عن دولة عربية محتلة. نعم، ولكن هناك من يقول أستاذ خالد بأن أيضا التحالف تباطأ كثيرا في مسألة حسم الملف اليمني، يعني سنة ونصف منذ عاصفة الحزم ولم يعني تحقق أهدافها كاملة بعد، هل هناك ضغوط دولية تمنع مثل هذا الحسم؟ دولية وداخلية في اليمن، لاحظي أن الذين يقاومون ليس هم الإيرانيين، الإيرانيين يدعمون للأسف إخوة عرب ويمنيين ضلوا الطريق وتحالفوا مع الشيطان، ونعتبره الشيطان الأكبر حقيقة، وليس أمريكا هي الشيطان الأكبر ولا حتى إسرائيل، الآن الشيطان الأكبر هو إيران. هم تحالفوا مع إيران وهم يملكون القوة والسلاح ويعني يملكون الأرض وعندهم قدرات على الدفاع لا يعني لا يستهان بها. المقاتل اليمني معروف بشراسته وبقوته، خاصة عندما يكون على أرضه وفي ملعبه، فلذلك احنا لا نضع كل اللوم على الآخرين، يجب أيضا أن نضع اللوم على أبنائنا وأخواننا في اليمن الذين تحالفوا مع هذا الشيطان وساروا في طريقه ووافقوا على أن يكون اليمن العربي العظيم هو جزء من ولاية الفقيه وأن تعود مرجعيته إلى طهران. فهؤلاء هم المشكلة وليست إيران، لو كانت إيران وحدها أو الجيش إيراني وحده لكنا هزمناه منذ زمن طويل. طيب دعني أنقل مثل هذه النقطة للأستاذ محمد جميح. أستاذ محمد، ما رأيك يعني في مسألة تباطؤ حسم الملف اليمني؟ يجد الأستاذ خالد بطر في أن المشكلة هي مشكلة داخلية يمنية، بحيث أن الأفراد اليمنيين هم من يساعدوا إيران في مسألة التدخل، وهو يعني بالتأكيد ميليشيا الحوثي التي يعني استعانت بالشيطان الأكبر كما وصفه، وهي إيران في مسألة يعني الهجوم ضد اليمنيين والدول المجاورة. ما رأيك؟ أنا أحيي ضيفك الكريم، المعذرة لم أكن أعرف أنه لديك في الجزء الأول عندما تداخل، وأحيي الضيوف المشاهدين على كل، لكن فيما يخص السؤال حول العوامل تأخر الحسم في اليمن، أولا أنا أعتقد أن طبيعة الحرب يعني تقتضي ذلك، بمعنى أننا لو قارنا ما أنجز في اليمن خلال العام والنصف الأخير وما أنجز ما أنجزه التحالف من أكثر من 30 دولة في سوريا والعراق للحرب على تنظيم داعش في سوريا تحديدا، ماذا فعلت كل هذه الدول؟ وماذا فعل حلف الأطلسي المكون من أكبر الدول تقدما في الجيوش والتكنولوجيا العسكرية؟ ماذا فعلوا في أفغانستان إزاء نظام طالبان وغيرها من التنظيمات المسلحة هناك؟ ما أنجز في اليمن بالمقارنة دوليا بما أنجزته تحالفات أخرى، أنا أعتقد أنه يعني شيء كبير، وصحيح أن المهمة لم تنجز بعد، وأن الأراضي التي خرجت من تحت سيطرة الحوثي لم تستقر الإدارة الأمنية فيها إلى الحد المطلوب، لكن هذه هي طبيعة الحرب. نحن في اليمن لا نقاتل المقاومون، لا يقاتلون الحوثيين، وإنما يقاتلون الدولة العميقة التي عادت بعد 21 سبتمبر 2014 بثوب حوثي، بمظلة حوثية، بمعنى أن صالح والحوثيين يتبادلون الأدوار، والآن يعني كان يحارب باسمهم والآن يريد أن يظهر بنظامه الحقيقي يعني، وإلا في الواقع فإن الدولة التي تقاتل الآن هي دولة علي عبد الله صالح على شكل ميليشاوي. إذا من العوامل الداخلية التي أخرت الحسم للأسف الشديد، أنا أقولها بكل وضوح، أن الجانب اليمني يتحمل مسؤولية فيما يخص الخلافات اليمنية إذا من يؤمنون بالوحدة خيار الوحدة ومن يؤمنون بخيار الدولة المستقلة في الجنوب. هذه المسألة أثرت بشكل كبير على دعم المقاومة في تعز،
يعني نذكر عندما خرج الحوثيون من الجنوب كانوا في حالة انهيار تام، 15 مديرية في إب سقطوا فيها، المقاومة نشطت في أرحب، بني مطر بدأوا يتحركون، وضعهم كان في يعني بشكل انهيارا تاما بالنسبة لهم. لكن الذي حصل أن المدرعات والدبابات وصلت إلى الحدود الشطرية سابقا قبل 90 من القرن الماضي ووقفت هناك. لماذا؟ لأن قوى معينة لا تريد لها أن تواصل إلى تعز من أجل أن تنفذ مشاريع ضيقة تؤمن هي بها، وهي لن تكون. لماذا؟ لأن طبيعة الواقع والتاريخ والمتغيرات السياسية والإقليم والعالم يرفض مثل هذه الأحلام، وبالتالي نعم. هذا العامل الداخلي أخر الحسم. أيضا هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر بين دول التحالف العربي من يخص رؤية هذه الدول للوضع في اليمن. ليس الاختلاف إلى درجة الفصام، وإنما هناك تناولات محددة ترى كل دولة أنها تختلف فيها عن الدولة الأخرى فيما يخص السعودية على سبيل المثال وسياسة الإمارات، ولكن نوع من عدم الرؤية الموحدة لماذا يجب أن تكون عليه الأوضاع في اليمن بعد نهاية العمليات وأثناء سير هذه العمليات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة أخيرة لك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هناك تحركات لتحالف الانقلاب إقليمية كما لاحظنا في الأونة الأخيرة، خصوصا ذات بعد طائفي، فيما لو عرفنا أن بعد زيارتهم لبغداد كان يفترض الذهاب إلى بيروت ثم طهران، ولكن قطعت الزيارة إلى مسقط. ما الذي تشكل مثل هذه الخطوة برأيك؟ يعني هم لم يأتوا بفتح جديد، هم ذهبوا إلى أصدقائهم وحلفائهم، يعني سواء ذهبوا إليهم أم لم يذهبوا النتيجة واحدة، هم حصلوا على تأييدهم في كل الأحوال. حقيقة أنه مؤسف وضع العراق، يعني دولة عربية كبيرة بحجم العراق وتاريخ العراق، وكانت في يوم من الأيام هي الدرع الحصين أمام طموحات إيران وعدوانها، كانت هي الواجهة الشرقية أو الجبهة الشرقية للأمة العربية. ووقف 8 سنوات أمام هذا الغزو الإيراني، ومع ذلك اليوم نجدها يعني الفريق نعم، ولكنها للأسف يعني سلمت لإيران على طبق من فضة. فهل هناك خشية أيضا من يعني أو هناك حذر من تكرار السيناريو في اليمن، أليس كذلك؟ نعم، وهذا هو الذي نسعى إليه من خلال عاصفة الحزم. لكن في اليمن هناك وضع مختلف، يعني التركيبة الطائفية في العراق تميل إلى صالح الشيعة إلى حد ما، إنما في اليمن يختلف الوضع حتى عن لبنان، لأنهم في النهاية الحوثيين لا يمثلوا غير أقل من 1% من الشعب اليمني. تحالفهم مع المخلوع هو الذي قدم لهم الدعم العسكري، ولكن هم كقوة أو هم كتعداد تعداد محدود، وبالتالي إحنا لا نخشى من أنهم يسيطروا على اليمن عقائديا أو يعيدوا حكم الإمامة، ولكن نخشى من أنهم وحلفائهم يسلموا حكومة كما في سوريا. أيضا العلويين لا يمثلهم طائفة، ومع ذلك مكنوا بالقوة وبالدعم العسكري من حكم الأغلبية السنية في البلاد، وهذا ما كنا نخشاه في اليمن. والحمد لله أننا يعني تأخرنا ربما، ولكن استيقظنا في الوقت المناسب لهذه المخططات ووقفنا يعني عند حدها. والآن يعني بدل ما كانوا يحكموا 80% من البلد، الآن لا يتحكم في 20% من البلد، وفي ظل حصار طال الأمر أم قصر سينتهي إلى هزيمتهم بإذن الله. نعم أستاذ خالد، يعني في هذه اللحظة السياسية الراهنة عقب فشل المشاورات السابقة وبوادر وظهور بوادر اتفاقات سياسية جديدة تلوح في الأفق، برأيك هل يمكن أن تعاد هذه الاتفاقات من جديد، خاصة بوجود تأثير إيران الذي يعد دور معطل؟ لا أعتقد أن أي حل ممكن طالما أنه لم يتم توجيه الضغط على صاحب القرار الحقيقي في اليمن. صاحب القرار عند لدى الحوثيين والمخلوع علي صالح
حقيقة ليس في صنعاء أو صعدة، ولكن في طهران وقم. فلذلك يجب أن يكون، إذا كان لهذا الأمر أن يحل، أن يتوجه المجتمع الدولي، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الدول الراعية، تتوجه إلى طهران بالضغط عليها وفرض هذه القرارات عليها حتى يعطوا الضوء الأخضر للحوثي وصالح. الشيء الثاني الذي يجب أن يحل هو مصير القيادات الحوثية والمخلوع صالح ومن معه، لأنهم لن يوقعوا على أي اتفاق إذا لم يحقق لهم يعني النجاة من المحاسبة والعقاب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ خالد بطر في المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معنا، دكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن، والأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في مساء اليمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.